معكم صراحة، وأحب أشكركم على هذه التغطية الجميلة. صراحة أنتم كفيت ووفيت على كثرة الدواري اللي مسوينها وعلى التغطية اللي أنتم مسويها. وأحب صراحة بارك لأخوي أبو علوش وبارك الجميع لعيبة الأولمبي. فؤاد، كيف شاهدت هذه المباراة وهل توقعت بيكون الأولمبي بطل لهذه البطولة؟ والله شوف، هي لازم أول مباراة لازم تعدها نهائي، عرفت؟ في بداية الدوري لازم بداية الدوري لازم تكون نهائي، تلعب إن كان نهائي، فاهم؟ ولازم تاخذ خطوة بخطوة، وربك ما بيضيع مجهودك بإذن الله. بما أنك شقيق الكابتن الكبير ولاعب المنتخب السعودي واحد أفضل لاعبين على مستوى المملكة إن لم يكن على مستوى قارة آسيا، البعض يشبه كثيرا بالكابتن يحيى الشهري وهو شقيقك، متى سنشاهد فؤاد في أحد الأندية؟ بإذن الله إن شاء الله قريب، لكن أنت عارف هي لازم الواحد نصيب عند الله، إن شاء الله إذا ما كملنا دراسة نشوفنا نادي إن شاء الله ونسوي فوقين. شكرا لك. الله يعافيك، يعطيك العافية. كيف شاهدت هذا النهائي وكيف كان مستوى فريق الأولمبي؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر اللجنة القائمة على هذه البطولة، بطولة حنبوط، صراحة بطولة يعني كانت مشرفة في الدمام. بالنسبة للنهاية الحمد لله احنا من البداية شفنا الجهد المبذول، فزنا بالمجموعات بنقاط كاملة الحمد لله، نتائج كبيرة 9-4-3، فبالتالي حصلنا على المجهود، لكل مجتهد النصيب وحصلنا على نصيبنا الحمد لله والشكر. فيصل، بعد تحقيقكم لهذه البطولة لمن تهدي الميدالية وهذا الكأس الكبير؟ أهدي هذا البطولة والكأس للوالد والوالدة، تاج راسي، يستاهلون هالبطولة، دائما يوقفون معاي ويدعوا لي في كل البطولة وفي كل مناسبة، والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. شكرا لك. العفو.